يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 31 اكتوبر 2019، و3 ربيع اول 1440. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير ان شاء الله بمناسبه مولد النبوي الشريف. يا رب دايما الايام تكون دايما في سعاده وخير علينا ان شاء الله. طبعا تذكير مولد النبوي الشريف دي حاجه جميله جدا، بنفتكر بها الاخلاق والمبادئ والقيم، وان الله سبحانه وتعالى بعث النبي رحمه للعالمين. وطبعا حاجه جميله جدا لما نفكر اولادنا باليوم الجميل دوت، وان شاء الله هيكون يوم الاثنين 12 ربيع الاول، وهيكون موافق 9/11 ان شاء الله، وهتبقى اجازه وعطله رسميه ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا النهارده يوم الخميس، دايما بنعمل اليوم المفتوح لينا وبنتكلم فيها النهارده، وخصصناها ليكم على تفسير الاحلام. هنتكلم عن ما فيش اجمل ولا انقى ولا افضل من رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل البيت عليهم السلام. النهاردة هنتكلم عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنتظرين طبعا أسئلتكم واستفساراتكم على أي حلم حلمتوه عايزين تفسيره أو رؤية. وطبعا دايما بيكون معنا في تفسير الرؤى والأحلام الشيخ إبراهيم حمدي، مفسر الرؤى والأحلام. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح تنسى. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم صباح الصحه والجمال، وان النهارده بنتكلم عن تفسير رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام واهل البيت عليهم السلام، ومعانا فضيله الشيخ ابراهيم حمدي مفسر الرؤى والاحلام. صباح الخير فضيله الشيخ، واهلا بحضرتك. صباح الانوار استاذه شيرين، اهلا وسهلا بك ان شاء الله، وان شاء الله الصباح جميل على جميع الامه. يا رب ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير بمناسبه مولد النبوي الشريف. صحه وسلامه يا فندم. اهلا بيك، حضرتك بقيت واحد مننا خلاص يا شيخ ابراهيم، يعني بنعزك جدا، وكمان مشاهدينا دايما بيستنوا الحلقه بتاعت حضرتك. دي والله يشرفني ويسعدني، ويسعدني ويشرفني ان اكون على هذه القناه المحترمه، قناه يعني الصحه والجمال، دي من افضل القنوات التي تبث المنفع إلى كل البشر. ربنا يخليك يا شيخ إبراهيم. طبعا النهاردة بقى خصصنا الحلقة لتأويل احتفال مولد النبوي الشريف في المنام، يعني نعم. في ناس بتحلم احتفالية مولد النبوي الشريف. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام في المنام يختلف عن احتفال النبي بالحقيقة، يختلف اختلاف كلي. فالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يدل أن من يفعل ذلك في المنام فهو من المحبين إلى رسول الله، ومن المحبين إلى آل بيت رسول الله، ومن المحبين إلى الأشياء الطيبة الجميلة التي كان يفعلها رسول الله. الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام في المنام مناسبة سعيدة. الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام في المنام يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى رضاء طيب وجميل وعظيم لمن يحتفل به في المنام، والله أعلم. طب بتدي أي إشارة أي حاجة، ولا إحنا بنحلم باحتفال كده بس؟ يعني في إشارة بتدل على إن أنا حلمت بالرسول وده احتفال، في حاجة بتبان على طول كده إن أنا بقوم مبسوطة وبقوم عارفة إن أنا حلمت بالرسول؟ لا، ما هو الإنسان لما يرى في منامه رسول الله عندما يقوم يتذكر رؤيا النبي، فتذكر مثلا إن هو احتفل بالنبي في المنام، فيدل إن ربنا سيمن عليه بمناسبة سعيدة أو أمر سيسعد
الرأي سعادة لا يعلمها على الإطلاق. حاجة جميلة، جميلة يعني، جميلة جدا، أفضل ومن أعظم الأشياء في علم الرؤى والأحلام الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ إبراهيم بقى، يعني خبرتك بقى في المجال وتوسعك في المجال تفسير الأحلام، ما فيش كده حلم جالك قلت ما شاء الله دي بشارة جميلة جدا للأمة الإسلامية وفسرتها كده؟ والله واحدة كلمتني في مرة وقالت لي لقد رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شافت النبي، والنبي كان موجود تقريبا فوق جبل، وقال النبي بنفس اللفظ أبشروا أهل مصر سيكون لكم الخير. أهل مصر، لمصر، إن ربنا هيجعل لكم الخير والفلاح والصلاح. أما للأمة العربية هناك خير سيأتي من بلاد لن نتوقعها ولن نتخيلها أبدا، في بلاد معينة كده محدوفة على جنب، غير محددة المعالم في الشهرة وما شابه ذلك، ستأتي إليها رجال ينشرون الخير إلى كل بقاع الأرض. يعني حاجة حلوة يعني جداً، إن شاء الله يا ريت 2020 بقى 2020 تبقى كويسة علينا يا رب إن شاء الله. أسأل الله دائما أقول إن ربنا يمن على بلادنا الحبيبة يا رب مصر الغالية بنعمة الأمن والأمانة والاستقرار وراحة البال. شوف أنا حاليا وأنت قاعدين فين؟ قاعدين في أمن وأمان. تخيلين لو قاعدين في ذعر أو في رعب أو عدم أمن أو عدم أمان، هنبقى قاعدين وخايفين خلف اللي وراء الكواليس. طبعا طبعا ده. وهذه رسالة إلى جميع الأمة، أنت ماشي في الشارع مطمئن آمن، مش خايف على زوجتك وهي في البيت ولا بنتك وهي رايحة الكلية. صح. وقيسي على هذا المنوال والله أعلم. طيب احنا معنا اتصالات يا البراء. مين؟ محمد؟ أنا مش سامعة بس صوت عيل. صباح الخير يا أستاذ محمد من القليوبية، أهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا عندي بس رؤية قصيرة جدا أقولها بس عن الشيخ إبراهيم. اتفضل حبيبي. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. هو أنا كنت شفت إن أنا بشتري سمك وكان السمك كبير شوية، بس أنا شايف إن السمك الكبير دون تعبان شوية أو مش كويس. تمام. وفجأة جه واحد كده زي ما هو بيصطاد برضه، وجاب راح جاب شوية سمك كبار جدا برضه، رحت واخد منهم سمكة كبيرة وماشي. تمام. فبقول في نفسي إيه، طب أنا معيش فلوس، لا أنا معايا حقها بس وربنا يسهلها بعد كده. تمام. جيت بعد حوالي اسبوع او 10 ايام من الرؤيه دي، لقيتها ان انا بحكي الرؤيه ده لهيت لواحد صاحبي، قال لي لا ده في فلوس جايه لك كتير. قلت له لا ده العمليه نزلناها معايا، قال لي لا ده في خير جاي لك كتير جامد جدا. صاحبي دون شريك معايا في مشروع، بس المشروع تعبنا جدا يا عم الشيخ، ما جابش ربح لغايه دلوقتي. تمام تمام يا استاذ محمد. انا كنت هقول لك وحسلك سؤال، انت جاوبت على السؤال انا كنت هساله لك، انك انت تعاني من أزمة او ما شابه ذلك او الامور ضيقة بالنسبة لك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حبيبي الغالي سيجعل لك من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج، وربنا هيجعل لك ربح طيب جميل حلال مبارك، وهذا الربح سيكون كثير جدا، فلا تنسى نصيب الفقراء والله اعلم. طيب وسمكة السمكة الكبيرة دي اللي اشتراها وما كانش معاه فلوس، أصل تأويل السمك يا شيخ إبراهيم دايما الناس تقول بيجيب نكد بيجيب مشاكل. والسمك السمك المريض اللي في البداية اللي هو في التعب، دي التعب ودي نكد ودي الحياة المؤزمة بالنسبة له، وإن هناك أزمات وكبوات في حياته، ولكن لما يشتري سمكة بعد ذلك الله جل وعلا سيغير له الحال وسيبدل له الحال للأفضل والأحسن والأجمل في حياته، وسيمن الله عليه بالرزق العظيم والله أعلم. يعني ما ناخدش التفسير على طول إن السمك شر، إن من اللحمة النية مش عارفة شر، يعني بيبقى التأويل على حسب شخصية وحياة كل شخص. على كل إنسان لرؤية. كل إنسان لرؤية. وكل رمز ليه ألف تأويل وألف تفسير. يعني زي اللحمة النية، مين قال إن اللحمة النية إن هي نكد؟ دايما يقولوا نكد، أنا ما أعرفش بقى. اللحمة النية نكد في حالة واحدة بس. إذا الإنسان أكل اللحمة النية يبين على التعب، يبين على المرض، يبين أن صاحب المنام صاحب غيبة وصاحب نميمة وصاحب همزة ولمز، ويمشي بأشياء مخالفة لشريعة الإسلام، وقيسي على هذا المنوال والله أعلم. طيب مين معنا تاني؟ مين؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم.
الو، ايوه السلام عليكم. اهلا بيكي. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة. اسمك ايه؟ ام محمود. انا اهلا يا ام محمود. من هنا، اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك يا شيخ، كل سنة وانت طيب. صحة وسلامة يا ام محمود. انا عندي حلم من الليلة اللي عدت دي، حلمت نفسي ان انا رحت عمرة. تمام. بس ازاي ما اعرفش، انا لقيت نفسي هناك. تمام. فلقيت هناك 3 ستات انا اعرفهم من القرية بتاعتنا، قابلوني هناك، فضلت احكي معاهم. فبسأل واحدة فيهم، بقول لهم ثمن العمرة دي كام؟ قالوا لي 9800 جنيه. تمام. بقول لهم ده السعر حلو خالص، انا طلعت عمر قريب كانت داخلة من كده. فبتقول لي دي عشان عمرة المولد النبوي الشريف. تمام. وفضلت انا ايه، كنت رئيس العمرة دي، رئيس الرحلة، ست مشرفة. فضلت احكي معاها وكده، فانا كنت عايزة بت معاها في اوضتها، فقلت يا ريتني بت عند الحرم، قعدت ادعي في الكل واقيم الليل، يعني انا قلت يا ريتني بت في الحرم. تمام. فضلت احكي مع المشرفه كده، وفضلت انا ابكي بعيط جامد، ما انا مش عارفه اروح ازاي، ما انا ما جيتش معاهم، وعايزه ادفع الفلوس في نفس الوقت، وخايفه ما ياخدونيش معاهم ويروحوني بعد كده. وبس كده يا شيخ. طيب يا ام محمود. طيب ناخد كمان تليفون يا شيخ ابراهيم ماشي. ونفسر بقى. صباح الخير ام اسلام، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا ام اسلام، الشيخ معاك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم تمام. لو سمحت بنتي حلمت حلم اللي هي رايحه عند بيت خالها وتلاقيت ناس كتير قاعده. اتفضلي كملي. ناس كتير قاعده. وراحت تلاقيت ستها دي ميته، ستها ام وباباها ميته يعني. تمام. تلاقيتها قاعده في وسط الناس دي، راحت مسلمه عليها وبيساها. تمام. بس خلص على كده الحلم. مش هي اللي سلمت عليها ميته في الحقيقه؟ هي ميته في الحقيقه. تمام خلاص هفسر لك ان شاء الله. طيب يا ام اسلام، الشيخ ابراهيم هيفسر لحضرتك. طب نفسر الاول ام محمود. ام محمود، موضوع الاعتمار، هي كانت في عمره بس ربنا لما يقول لها لا ده انا هوديك عمره تاني، سيمن الله عليها بالاعتمار. البكاء تفريج هم وتيسير امر. موضوع ان مش لاقي حد يوديها، ده يدل ان هي سياتي اليها خير عظيم جدا، لان افضل شيء واعظم شيء التوهان اذا كان في الحرم، اذا كان في المسجد النبوي. التوهان في جميع المساجد فيه الخير، ويزداد الخير اذا كان في مكه مسجد الحرام، او اذا كان في المسجد النبوي في المدينه عند النبي عليه الصلاه والسلام. دي مضمون رؤيه ام محمود. محمود. البنت اللي دخلت المسجد، دخولها المسجد ابن امان واستقرار، ولو كانت انسه سيمن الله عليها بزواج سعيد جدا. ولو كانت متزوجه ربنا سيمن عليها بالحمل. ولما سلم على الجده المتوفاه وهي قاعده في الجنه في 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 المسجد، الجده في راحه وفي سعاده وفي نعيم وفي الجنه، تمتع عند رب العالمين، وهناك اجر وثواب عظيم جدا وصل للجده. أما السلام على الجدة المتوفاة، المصافحة، يدل إن البنت التي رأت المنام عمرها طويل، والله أعلم. أصل الناس بتخاف يا شيخ إبراهيم لما حد يكون متوفي وأنا أسلم عليه أو أدي له حاجة أو هو ياخد حاجة، بيبقى كل حاجة لها تأويل ولها تفسير معين. دي حياة اللي هي تسمى شائعات الأحلام، يعني الناس ما فهمش الأحلام ومنتشرة عند الناس، بس هو غير الحقيقة في التفسير. مظبوط. والله. طيب معانا ام ايمن، صباح الخير، اهلا بيكي. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك. ازيك حضرتك يا شيخ؟ اهلا ام ايمن، ارفع صوت ام ايمن شويه. علي صوتك شويه بس. اقول حلمي لو سمحت. اتفضلي يا ام ايمن، تمري امر. بنتي حلمت لي ان انا لابسه ابيض وشايله شنطه، وبتقول لي انت رايحه فين يا ماما؟ قلت لها ده انا رايحه حج. قالت لي امتى تحج وانت امتى حضرت حاجتك وامتى عملت شنطتك وجبان جايبه الصابون وجايبه الاريال وجايبه الحاجات دي وماشيه وعملت البسبور امتى؟ قلت لها ده هم اللي بعتولي. قالت لي ازاي ده ما فيش وقت حج دلوقتي؟ قلت لها يبقى بعتولي عمره، بس انا ماشيه سيبيني امشي واخده شنطتي وحاجتي ومحضره كل حاجتي الجديده اللي راح احج. هفسر لك ان بس شاء الله. بس كده؟ طيب اوكي، معانا حد تاني؟ ام احمد، صباح الخير يا ام احمد، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت
سمحت اكلم الشيخ ابراهيم؟ اتفضلي يا ام احمد، الشيخ معاك. كل سنه وحضرتك طيب. صحة وسلامة يا فندم. لو سمحت، بنتي حلمت، يعني الحلم ده بيتردد معاها على طول. تمام. ان هي اسنانها بتوجع وبتمسكهم في ايدها كده، يعني مره سنه مره اتنين على حسب ايه الحلم. تمام. بس بيتكرر معاها من كذا سنه عندها وتمسكهم في ايدها كده سنانها لما توجع منها وتبقى زعلانه. طيب عندها كم سنه؟ عنديها 20 سنه. متجوزه؟ لا لسه. لا طيب ماشي، في اي حلم تاني او حاجه؟ لا لا شكرا. اشكرك يا حبيبتي، شكرا. التفسير الاول بقى يا شيخ ابراهيم، الحج بقى واللبس وال الرؤيه اللي كان قبل كده عمره، انما دي حج. وحج على حين غفله، فسياتي اليها الخير العظيم على حين غفله، من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تتوقع. حاجه جميله. والشيء الثاني اللبس الابيض يدل ان قلبها صفي نقي ابيض، غير كاره او حاقد او حاسد على احد. حاليًا نعاني من الامراض القلوب، يعني امراض شديده جدا يا استاذه شيري، حاجه فظيعه في قلوب البشر طبعا. فيدل ان هذه المراه انسانه تسعى الى امور الخير، انسانه كويسه خيره طيبه نيره، فيها صفات عظيمة، صدقة مع نفسها من جوة. أمينة، كل حاجة حلوة. وربنا طبعا بيوعد الناس الجميلة دي طبعا بمسج جميلة ورسالة حلوة، إن هي إن شاء الله يا رب يوفقها وتحج بإذن الله. نعم. طيب قصة الأسنان بقى يا شيخ إبراهيم، طبعا دي مشكلة كبيرة متكررة جدا، متكررة مع كثير من الناس، وهي متكررة، وتكرار الحلم دليل تأويل أو ليه تفسير؟ أو ليه معنى؟ هو وقوع الأسنان لما يكون جميعا ومتكرر، وتكون كمان في لجنة، لا ده في امر من الامور في الاسره معقد، غير مهيئ، غير مرتب. في بعض الامور في الاسره في العائله تحتاج الى توجيه والى وعي والى ارشاد والى حكمه. بس ايه هو الامر ده؟ الله اعلم. يفتشوا في الحياه بتاعتهم، في امور معينه صغائر عاوزه ايه؟ تتقفل، عاوزه تترتب. طب هي عندها 20 سنه يا شيخ ابراهيم، يعني هل بيبقى في امور وفي ما هو ممكن يكون مثلا يعني هي مثلا يعني 20 سنه مثلا من مصر امر عادي، ممكن يكون هي اصلا من الصعيد. في الصعيد مثلا ايه الزواج في الصعيد الواحد يتجوز على 12 سنه. 20 سنه معناها في الصعيد معناها ده ما اعرفش هي اصلا منين، ده بديك مثال من ضمن الامثله. ممكن هي لو 20 سنه يبقى الدور فايتها. وقيس على هذا المنوال، يعني يمكن يكون برضو على حسب الحياه اللي هي عايشاها، اللي هي تعيشها وتفسيرها. بس الاسنان يعني تاولها ايه بقى؟ يعني زعل شويه ولا زعل شديد؟ ممكن يكون يعني فقد الحرمان، سواء الاب او الاخ او العم. في انقطاع في صله الرحم، في امور معينه كثيره جدا، لو حبيت يعني يسردها الواحد يطول في الشرح بتاعها. طب الاسنان بتختلف عن خلع الضرس او الضرس لما بيقع؟ كل سنه لها تاويل، يعني عدد الاسنان دول لهم ايه؟ لهم تأويل. اللي فوق السنتين الكبار دول يعبروا على الأب والعم. إذا وقعوا يبقى حد هيتوفى؟ حسب التأويل، ما بقدرش أقول موت. واخد بالك؟ وهنا يكون العمات والأعمام. واللي جنبيهم أولاد العم وأولاد العمات. الدروس الآخر حي دول الجدود اللي هم من الآباء والجدات من الآباء. قيس على هذا المنوال الصف الأسفل، نفس التأويل اللي فوق هو اللي تحت، بس اللي فوق بدل ما هم للآباء لا ده هم للأمهات. يعني مثلا إيه؟ الأخوال والخالات. الجدود والجدات. وقيس على هذا يعني المنوال. تفسير بقى الأسنان والدروس وكل ده، اللي فوق الأب الأعلى الأب وما يحتويه وأهالي الأب والأقارب، الأسفل الأم وما يحتويه. ده عالم الاسنان ده. حلو قوي يا شيخ ابراهيم، احنا كنا بنلخبط كله في بعض. ده عالم الاسنان ده عالم عجيب وعالم غريب يحير العقول، الاسنان فقط لا غير. باب لوحده. باب لوحده. الله اعلم. طيب معانا مين؟ ام عبد الله. ايوه السلام عليكم. اهلا عليكم، عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضل. ممكن اقول رؤيه للشيخ ابراهيم لو سمحت؟ اتفضل. اتفضل يا ام عبد الله. فضلك الله. انا حلمت ان انا في مستشفى كبيره، وبعدين المستشفى دي هم طالبين فيها ناس تشتغل وكده، فانا واقفه راح اقدم في الشغل ده، وبعدين لقيت ضابط واقف ما بين 30 35 سنه كده، الضابط ده في الجيش، فروحت ماشي عليه قلت له
الله يخليك ساعدني في الشغلانه دي عشان انا محتاجه الشغل ده. فقال لي ماشي روحي قدمي وربنا يسهل. وخدت الورق وقفت بره، في واحده معايا بس انا مش عارفه هي مين. وفي الحلم في شابه تانية جت سلمت عليا انا اعرفها في الحلم، وقفنا احنا الثلاث. وفجاه لقيتني واقفه قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ناس كتيره قوي واقفه، ناس كتير قوي قاعده كتير على الكراسي، وهو واقف على زي ما بيقف كده على المسرح، وانا واقفه قدامه مبسوطه قوي وفرحانه. وهو واقف قدامي راح مطلع ورقتين بيض قاعد يكتب فيهم كلام كتير كده. انا في الحلم عارف اقرا الكلام ده، وانا مبسوطه قوي عماله اقول له شكرا وادعي له كده. وراح مطلع ورقه ب 200 جنيه من جيبه وراح مطبقها في وسط الورق، وطبق الورق واداهولي. بس على كده انت مقدمه مثلا في مصلحه من المصالح في ورق مقدماه، مقدم مثلا على سبيل المثال حاجه في التومين. احنا في مصالح كتير، يعني انا عايزه اعمل مشروع وكده لان حالتنا اقتصاديه وحشه، بس في ظروف بتعكسنا يعني. عايزه تعمل مشروع صغير، عايزه تعملي مشروع صغير. ابشر اقول الحمد لله. هيجي ان شاء الله المشروع. وشكرا يا ام عبد الله. طب ال 200 جنيه يا شيخ ابراهيم قصتها؟ ربنا هيقضي لها الامور. موضوع الورق ربنا هيقضي لها الامور، ربنا هيرتب لها الامور. عبد الفتاح السيسي حاكم البلاد، كلمة عبد الفتاح ربنا سيفتح لها أبواب الخير وطرق الخير. أنت قبل كده شيخ إبراهيم قلت الاسم بيبقى ليه تأويل كمان في المنم. وقوف أمام الرئيس ده يدل على حدوث أمر عظيم جدا، يعني لن تتوقعه ولن تتخيله أبدا. وقوف أمام حاكم البلاد وأي حاكم من الحكام يدل على حدوث أمر عظيم جدا، وبالذات الاسم، لأنه اسمه محمد، اسمه عبد الفتاح، اسمه أنور، وقيسي على هذا المنوال. موضوع ال 200 جنيه يدلنا ربنا سبحانه وتعالى حينصره على الأعداء والحاقدين والحاسدين، وربنا حينصره على كل من يعاديها، والله أعلم. طيب احنا للأسف وقت الحلقة انتهى، بس أنا طبعا احنا عشان موضوع الحلقة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأهل البيت عليهم السلام، هنقول رؤية السيدة عائشة زوجة النبي في المنام تأويلها إيه؟ اللي شوف السيدة عائشة سيمن الله عليها بالصلاح والفلاح والطاعة لله رب العالمين، وسيمن الله عليها بالعلم والفهم والمعرفة والحكمة والنورانيات والفراسة، وسيمن الله عليها بصفة الهدوء والأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. طبعا حاجة جميلة أعلم. جدا جدا. وطبعا بشكرك يا شيخ إبراهيم. وفي أسئلة على الفيسبوك حضرتك بقى هترد، هنرد بعد الهوى للمشاهدين، عشان للأسف بس الوقت الحلقة مش هنلحق نرد تليفونات وفيسبوك يعني وأسئلة الحلقة. بشكرك جدا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني بإذن الله مع بعض. إن شاء الله أستاذة شيرين. شكرا مشاهدينا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. وكان معانا فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي مفسر الرؤى والأحلام. أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح